مرة أخرى يخرج الفرنسيون تضامنا مع غزة متحدين أجواء الطقس والشرطة التي تطوق تقريبا المكان. هذه الوقفة هي كانت بالتحديد من أجل الصحفيين الذين سقطوا، واختار هؤلاء أن تكون في ساحة لابوغس قبالة وكالة الأنباء الفرنسية التي نراها الآن. المتظاهرون نددوا بصمت الوكالة الفرنسية التي لا تتحدث بما فيه الكفاية عن زملائهم الصحفيين الذين سقطوا بالعشرات وربما المئات. هنا أيضا كان التهديد بصمت الوكالة وبصمت الحكومة الفرنسية، بصمت الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اعتبروه تواطؤا في جريمة حرب، يقولون أنها ليست حربا إنما إبادة. صور الأطفال الجوعى أيضا والذين سقطوا في غزة حاضرة. أيضا كانت هناك بعض المجسمات للأطفال في محاكاة للصور التي تصلنا من غزة. كانت هي هذه الشعارات تطلب أيضا من الحكومة بتحمل مسؤولياتها وأيضا وقف التعامل مع إسرائيل، كل أشكال التعامل ميرسي شكرا مع إسرائيل، مطالبين الحكومة الفرنسية بوقف فوري لكل أشكال التعاون مع الجانب الإسرائيلي خاصة في مجال التسليح. زهرة فكاني، قناة الغد، باريس.